باقي سد الباب، الباب باقي مفتوح، الباب مفتوح كيف مفتوح، الباب مفتوحين. السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة تو تي في. كيف كتشوفوا هنا كتوزو الآن بجانب مركب ملعب البشير بن مدينة محمدية. هذه الساعة اللي منتهين توفد الجماهير ديال الوداد الرياضي البيضاوي وجماهير الشباب المحمدية كتوفد على ملعب البشير بالمحمدية. حضور أمني قوي، تعزيز أمنية قوية باش المباراة تدوز في جو رياضي أخوي. نتمنى إن شاء الله الأمور تدوز على ما يرام. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة تو تي في، جماهير الودادية وقت كتحس الملعب البشير بن محمدية كري بس تقعد المكانات ديالها، تيقولو شحال من صداع على والو. إن شاء الله تمنى الأمور تدوز على ما يرام. هنا الترتيبات الأمنية اللي كتشوفو معايا متابعي قناة تو تي في. هنا الترتيبات الأمنية بس الأمور تدوز على ما يرام. إن شاء الله أتمنى المباراة الزورية دي أخوي. تحية كبيرة لجهة الأمن على المجهود الكبير اللي كيقوموا به هنا في ولاية الأمن دار البيضاء وبخاصة هنا في المدينة المحمدية. فقط الدراجين ديال ولايه الدرب الكبرى درك كنقوم بواحد المجهود كبير، هما اللي كيسكورتيو الحافلات ديال اللعابه. تحيه كبيره لهم على المجهود الكبير اللي كيقوموا به. كتشوفوا معايا متابعي قناة تو تي في هنا هذه المسريبه في الميدان. تحيه كبيره لهم. هذا رجعوا الملعب كتشوفوا هذا أمني حضور تفرقة الخيالة في اللي كتوجد. ان شاء الله المباراة الزورية دي اخوي ان شاء الله. Yeah.
موبيلات واش انت اللي مو هذا ها هي هذه